يتساءل الكثيرون هذا السؤال، هل يجوز لأرباب الإماء النظر إلى عوراتهن؟ وهل يستطيع كل سلطان أو رجل ملك عددا معينا من الجواري أن ينظر إليهن كيفما شاء؟ وعن هذه الأسئلة أعزائي سيكون هذا التقرير من قناتنا منارت ثقافة، حيث تمت الإجابة عليه في كتاب الدولة العثمانية المجهولة. قبل أن نواصل ندعوك طبعا إلى الاشتراك في قناتنا إذا لم تكن مشتركا فيها بعد، وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. كثيرة هي الصور والحكايات التي صورت الإماء عاريات فيما يقوم أربابهن أي أسيادهن ببيعهن والمتاجرة بهن كسلعة أو بضاعة، ولا يمكن أن ننكر بأن هذا قد وقع حقا. كثيرة هي أيضا الحكايات التي تحدثت عن أن السلاطين كانوا ينظرون إلى الجواري من أماكن معينة في الحرم فيمحصوا في أجسادهن العاريات ليختاروا بعد ذلك من أعجبتهن، إلا أن هذا لم يقع أبدا، وذلك أولا لأن طبيعة الحرم وهندسته المعمارية لا تسمح أبدا للسلطان بأن يراقب من بعيد أجساد الجواري ويتخير منهن من أراد، وثانيا حسب ما ذكر الكاتب فإن التشريع الإسلامي الذي تستند إليه قوانين الدولة العثمانية قد كانت صريحة في منع أرباب الإماء من النظر إلى عوراتهن إلا في صورة ما كانت الجارية مفترشة. وتعني الجارية المفترشة الأمة التي اشتراها سيدها واتخذها للتسري، أما بقية الجواري التي يملكهن السلطان أو الرجل واللاتي لم يفترشهن ولم يتخذهن للتسري فإنه يمنع من النظر إلى عوراتهن ويحرم عليه رؤية أجزاء من جسدها ما عدا الوجه والرأس والشعر وأعلى الصدر. أيضا بإمكان الأمة الخادمة أن تكشف ما دون الركبة والذراعين، ويستطيع سيدها أن يلمسها كما يلمس محارمه، وبالتالي فإن الحريم لم يكن مكانا يعج بالنساء العاريات التي يمكن للسلطان أن يرى أجسادهن كما يشاء، وإنما كانت له الحرية فقط مع الجواري المفترشات. أعزائي هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى. تحياتي أنا فردوس حافظ رشيد، إلى اللقاء.